السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم 11/11/2021 في مصر. ظل سعر صرف الدولار ثابتا في بنكي الأهلي ومصر عند 15.64 شراء 15.74 للبيع. استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.65 شراء 15.75 بيع. وظل سعر الدولار مستقرا في بنوك القاهرة والعربي الإفريقي والتجاري الدولي وكريدي أجريكول والبركة وقناة السويس عند 15.66 شراء 15.76 للبيع. وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 شراء 15.76 للبيع. دمتم في رعاية الله وأمنه، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.